مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الفنانة الجزائرية موني بوعلام، وبعد ذهابها إلى فرنسا تداولت بعض الصفحات أن سبب ذهابها كان لغرض الزواج. موني ردت غاضبة في آخر تصريح لها، حيث كذبت هذا الخبر وأكدت أنها في فرنسا لعمل مشروع خاص. نوت دوكا الصباح بعث لي انا ميست جورناليست، قال لي موني، قالوا لي بلي راكي فرنسا باش تزوجي. قالوا لي دونك انا ما فهمتش الناس هادوم اللي راهم دايرين الجمايه سبيسيالمون باش يهضروا على موني، وعين قلقتهم موني واش غيدير في فرنسا، ما فهموا لا راني نخدم ولا واش دخلكم، برك انا ما فهمتش حاجه، باش تعيشوا حياتكم راكم عايشين لي حياتي، واش دخلكم باش تقعدوا ديروا عليا جماعه وتقعدوا تهضروا واش راهي دير موني، ما فهمتش، روحوا عيشوا حياتكم، انا راني بعيده عليكم، وهربت من الجزائر غير على هذا القيل والقال والمشاكل هذه والحمامات اللي تقيلوا دايرينهم. شوفوا زوجوني طلقوني هجلوني كل مره واش يخرجوا انفيرسيون، مي معليش ما تخافوش ما تزوجش وخليتكم بايرين مورايا مازالني كيفكم هكا باش شويه، وجي باكي في الجزائر نهائيا، شويه لا بوغ ان بروجي نكملو ونفري اموراتي ونعاود ندخل، انا ماشي اللي نخلي بلاصتي فارغه، لا فوز انكيتي با شويه. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.